السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Game، واليوم راح نكمل مكان اللي وصلنا فيه في لعبة مورشيل يا جماعة الخير. اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. اوكي يا اخوان، خلونا نضغط كونتينيو، خلونا نضغط كونتينيو. انا بصراحة اليوم متحمس يا اخوان، اريد العب هذه اللعبة، فيني حماس يعني خليني احس اني اريد اموت. هيوة خليني اريد اموت. فراح نلعبها اليوم ونحاول نوصل لمكان كذاك، هيك يعني مكان جديد. بنحاول يا اخوان شوفوا هذه الانارة اللي معلقنها الشخصية، هذا قلب الزعيم يا اخوان. قلعنا قلب الزعيم وحطيناه هنا في البنطلونة. خلينا اراويكم الزعيم هنا موجود، شفتوا هذا متكسف كأنه ورقة. قلعنا قلبه وحطيناه في البنطلون، والحين قلبه صار كأنه بسم الله كليت، تحول إلى مصباح. أوكي تحول إلى مصباح. فالمفروض الحين يا أخوان المفروض نرجع إلى الخلف، نرجع إلى المنطقة الأولى لو كنتوا تتذكروها، لأن هناك شيء قلعة، وذاك القلعة لازم نوصل شيء، نوصل غرض هناك، لازم نوصل غرض حل واحد. فالحين اتوقع الطريق راح يكون من هذا المكان يا اخوان، فليتس جو لنموت. يلا وامش مو ذا، انا على بالي ماشي هذاك يا اخوان، قاسي انهار المكان اخوي، مو اضربك المكان ينهار، انت شرد يا حبيبي اشرد، ماشي وقت حضرب الحين. وابش ويا حمار يا مصدع، لحظة يا زبالة، لحظة يا حبيبي، لحظة يا أكره هذه الجنية يا أخوان، يا أخي قسم بالله ما ينفع كذا يا أخي. روح يا حبيبي روح، إيوه روح، ماشي وقت حل اسمها، ماشي وقت حل مس. أوه بتسوي هذه الخايسة دي من هنا. أتذكر المنطقة يا أخوان، أتذكر تروح من هنا، أتوقع تروح هنا بعدين تموت. إيوه هنا فوق. أتذكر المنطقة، أتذكرها لأني مت أكثر عن لازم المكان، أتوقع مت هنا ما أقل عن 20 مرة. أيوه إنزين، وبعدين وين نروح؟ نروح فوق. أنا قاس أقول قبل شوي إني حافظ المكان وطلع ماشي منه. لحظة يا زبالة، لحظة هذا الحص، هذا الفامباير ترى ماشي خايس والله. اوكي حصلنا تار، هذا التار راح نشوف مفيد حل تضبيط الشخصيه يا اخوان. انا قاس اروح صح، كان قاس ارجع يا اخوان، قاس ارجع صح. يا ساتر بدينا نضيع، لا يا زبارات فوز غيب والله ما فاضي المكان، قاس ينهار ترى الحين. انت قاس اسمع هنا فوق 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 يا حبيبي، فوق فوق فوق، اركض خلي عنك هذا قسمه يا حبيبي، لا يفاجوك الغم، يفاجوك الحين ينزل من فوق، صار ذاك سبايدر مان يا زبالة. خوز والله ما فاضل لك المكان، اسمه ينهار خوز. هذا ما يفهمه ذيلا، هذا يقول حبيبي انا جايين ضربك، انت معموت. كامون انا ميت اخوان، انا ميت. اه تحت تعالي، تمزح معاي انت، تمزح معاي، انا ميت يا اخوان، انا ميت قسم بالله، مسخرة هذي، لا مسخرة. تعال، كم واحد كيف بقتلهم كلهم هذيل، انا كيف بقتلهم كلهم، والله ما يصير كذا يا اخوان، ما يصير. لا ويسمموا، اي 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 اي، وش صار؟ شكل اللعبه اخوان، شكل اللعبه. قسم بالله والله ذا اللعبه يجلط، والله يجلط، قسم بالله يجلط. الحمد لله الحمد لله شباب، عادونا من هنا. عادونا من هنا، تعال انت
خلونا نشوف اذا نقدر نطور شيء. خلونا نشوف. عندي كم؟ عندي 2500 تار وعندي 31 جلمس، فاتوقع مونا طيبة. ولكن هذا وش فائدته؟ سلمان becomes familiar with the item more quickly. اوكي ها هذا كذا يعني. When talking to NPCs. لا ما اريد هذا. Harden in the air crate. اوكي اعتقد سو هاردن في الهواء. Regain last chance upon defending enough. اوكي اريد شيء كذا هيجي يفيدك. سلمان gains a small amount of resolve. من ما اعرف ايش استغرب وش اي واحد يا اخي راح اطور هذا. بطور هذا اتوقع هذا مفيد. اوكي خلصنا الفلوس. ما شاف فلوس الحين، ما عندنا فلوس، ما بيش ما عندنا ولا 50 بيس بعد. اوكي فالطريق راح يكون من هنا يا اخوان. تتذكروا هذا المكان لما ضربنا مع جريشة؟ هو هذا المكان يا اخوان. لا لا يا حبيبي لا يا زبالة. تعال 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 تعال. انا رين اقرب فيك السيف. اوه لحظة 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 ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي. ايوه شوت شوت. لحظة ما عندي مسمار استمنة. لحظة هدي هدي هدي. مطولين مطولين. هدي هدي. اوكي اضرب اضرب حبيبي اضرب. تعلمنا اخوي تعلمنا. مو على بالك بعده ما مات. هذا بعده ما مات. شوفوا من هناك شفت ذيك الحصة اللي هناك يا حبيبي. وش خلينا نخلص على ذيلا. بخلص على ذيلا. مخلص عليك انا اول شيء. خلصت على اخوك تباك انته. تعال 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 تعال. لا قد تسوي هذه الحركات. تعال ايوه طبق طبق. لا طبق طبق طبق. اوكي تعال تعال. انا عارف كيف اجيبك يا حبيبي يا زبالة. هذه والله العظيم هذه خايسة ذي القنية. والله ماشي فايدة منها في هذه اللعبة. طلعوها مسحوها من اللعبة. اوكي ابلع يا اخي. ما عندي استمرة ما عندي. كامون كامون يا القنية. شوف يا اخي كيف يا اخي الهيلث يروح. انا بموت بموت يا اخوان. ما عندي مسمار. في شيء هنا اخوان في شيء. اوكي زين عندي هذا الفار ابو يعطيك هيلث راح يفيدنا شويه. تعال تعال يا زباله. تعال انا وحدي فيني ضغط نفسي. وهذا مقص اخوي مقص انت. انا مت والله ما اعرف اذا بيخليني ارجع. قسم بالله تحس نفسك ما تتطور في هذه اللعبة. من صعوبة اللعبة تحس نفسك ما تتطور. ها شوف الهلف. ها شوف الهلف. تعال يا حمار انت. ما عندي ما عندي ما عندي استمنة. ما عندي يا زبالة يا اخي. مشكلة استمنة يا اخي. ورطة ورطة استمنة. الاستمنة اسمه ال مو يسموه هذا الشيء اللياقة. روح بسرعة يا اخي. انا يا اخوان انا بشرد. احس الشردة افضل من القتال. ايش رايكم؟ اتوقع الشردة. اوكي؟ في ثلاثة هنا. انا اقول لكم بقيكم زين بقيكم. لا وفي مصدعين في كل شيء هنا يا حبيبي. في امباير في مصدع في مقص. هذا مقص اوكي انا بروح عنه. وفي مصدعين طبعا. هذا حارتهم حارة المصدعين يسموه. واو بوش. هذيلا مشكلة. هذيلا الفامباير ما يخلوك ما يخلوك ما يخلوك. يا حمار خوذي. لحظة 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 يا حبايبي. لحظة شوية بس. لحظة خليني اسيف انزين بعدين تعال ضربوني. اتوقع بينفع ضرب هناك برا. شردت يا اخوان شردت. قدرت اشرد. ما عندي شيء طبعا ما اقدر اطور شيء. وينهم؟ خلاص راحوا راحوا. انتوا رحتوا صح؟
خلونا نشوف اذا نقدر نطور شيء هنا من السلاح. نقدر نطور هذا يا اخوان. وش فائدة لك الرير وين جانز بي بلانت جذا. لحظات يا اخوان باغير السلاح. باغير السلاح اشوف. ذاك السلاح مشكلته ثقيل يا اخي. وش هالود سورد. اوكي وهذا وش فائدته؟ ترين شيلد. بوست ذا هيلينج. اوكي اريد هذا يا اخي. ايوه اريد هذا. تعرف ايش فائدته اخوانا هذا؟ فائدته لما مثلا تستخدم الفطر او تستخدم هذا الفار اللي موجود هناك اللي تشوف هذاك اللي تحت هناك هذا يعني يسرع من الهيلينج يسرع من الهيلث يعني. فهذا شيء ممتاز يا اخوان. هذا شيء ممتاز. وهذا ايش؟ واشنج ويبن وذ انكريزس. اوه تا 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 تا. هذا حبيبي ضروري جدا. هذا ام الضروري يا اخوان. ما اقدر اي اقدر يا حبيبي. هذا يقوى من السلاح. هذا ضروري جدا يا اخوان. يا الله خلص ما عندي. اوكي ما مشكله لكن حسنا. انا احس هذا السلاح احسن عن هذاك اللي قبل. هذاك واقف بطيء مشكلته بطيء يعني وياخذ واقف من ال مش يسموه ذا واقف من ال من اللياقه يا اخوان. فاتوقع الطريق هنا يا اخوان نرجع من هذا المكان وهنا هو المنطقه اللي كنا موجودين في اول حلقه من هذه اللعبه. فلازم نروح القلعه نعطي هذاك البومه ما البومه كانه غراب شكله كانه غراب نعطيه اسمه نعطيه شيء نعطيه غرض يحتاج له ذاك الغرض. قال لي هو اتصل فيني امس وقال لي انه يحتاج له فاجيب لي اياها انا موجود في بيتي. هيوا وش هذا يا اخوان؟ هذا ليش مولع وش كان ما يولع؟ اوه اعطيني شيء. هذا وش فائدته؟ What this mean? Can you explain to me? هذا يقول اطلع برا. اها منتظريني عند اللي اسمه المدخلي. اقول لك حميمي انا بس باغي امر شويه اتحرك عندي موعد مع الغراب. هيوا هذا يقول لك انا قاعد اكل الحين ولا تورمه نرجوك. قاني شافني. اوكي وان باي وان. اوكي وان باي وان ماي فريند. ايوه سوي كذا. ابلع حبيبي ابلع يا حبيبي. نام يا حبيبي تلحف مرتين ودور بالنص بو ثقيل. هيوا احسك بردان. انزين انت one by one okay one by one my friend don't لحظة تبي يقحم؟ كان باي يقحم ترى كان باي عظمي عز حبيبي خلاص انت انا عارف انت وش حركاتك الغبية هذي. اوكي لكن السلاح احسن يا اخوان. والسلاح صح انه ما يوصل بعيد ولكن افضل واخف وشوفوا ما ياخذ واقع من المسمو هذا من اللياقة. فهذا شيء مهم يا اخوان. اللياقة شيء مهم جدا في هذا اللعب يا اخوان. اوكي يا اخوان ذي والله العظيم زريليون واحد هنا. زريليون. كنت بتسوي كذا. انا راح اراويك الكذا. راح اراويك لكن ترى اسمه السلاح تحسن يا اخوان. لما طورنا يا الله اعطاني كف كم مس كف اسمه مسموم. شوف تشرخني بالكف ما يصير ترى. تشرخني بالكف وانا اسمه ما كنت مستعد. انزين توين الطريق؟ الطريق اتوقع تروح اوه ايش هذا؟ ضفدع. هذا ضفدع مسموم يا حمار. خلينا ناخذ الفطر هذا. ويش على بالي شيء قسم بالله طلع حجر يا اخي. ذيلا ترى قسم بالله متشحين كل مكان. انتم مكانكم ما كان هنا بيتكم كان المنطقة الثانية. وما تحس ان المكان صار مضبب يا اخوان؟ ما كان كذا قبل. المكان صار مضبب يعني كان مضبب لكن ما نفس الحين يعني صار اكثر يعني. انا رايح بس انا ما اعرف رايح.
أنا رائع بس. يا الله جيوا كلهم، جيوا كلهم. هذا سبايدر مان أخوي ذا يتعلق معه يجي من فوق. يا يا أخي من التشحين هذا لم تشحين يا أخي، ما ينفع كذاك ما ينفع. أنا وين أروح توم؟ ما عارف وين أروح يا أخوان. شوف يا ذاك اسمه قريشة، قريشة قريشة لدريشة. عندي شيء غريب يا أخي. لحظات لحظات يا حمار. أنا قاعد أنا وين أروح؟ أنا بشرد وقت الحالي، أنا بشرد. أوكي شو كيف طابور مسوين أخوان. أنا بموت يا أخوان، ما أتوقع بقدر أوصل للقلعة. أنا ما عرفت وين القلعة يا أخي، دا راسي. وين كان القلعة؟ وين 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 وين؟ تمزح معاي أنت، تمزح معاي قسم بالله مسخرة. ذا القهر إنه يطلعوا لك كذا بس فجأة، يعني ما تعرف من هين. أنا وين قاعد أروح؟ ما أتوقع. لا لا أنا قاعد أرجع، قاعد أرجع، أنا قاعد أرجع. يا أخي كيف كذا؟ كيف بتلعب كذا؟ لا لا ما هنا، ما هنا، ما كان هنا، ما أتوقع كان هنا. لحظة، أتوقع كان هنا هذا المكان. أنا أتذكر أن كنت أشوف هذا الشجرة وأشوف هذيل الخفافيش اللي متعلقين فوق هنا. أتوقع تروح سيدة هنا هذا المكان إذا ما خاب ظني، لكن ما أشوف القلعة. ما هو ذا القلعة اللي فوق هناك؟ أتوقع هو إيه هنا 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 يا أخوان هنا. أوه حصلناه حصلناه، لكن كيف المدخل؟ كيف نروح فوق؟ حصلناه ولكن ما أعرف كيف أروح فوق. آخ ذيل اللي اسمه متشحين كل مكان، مستحيل تقتلهم كلهم. ما من هنا ما من هنا ما من هنا يا أخي. هو القلعة موجود فوق أتوقع، والآن قاعد أخرب. يمكن ما هو ذا القلعة. هذا هنا وين يا أخي؟ ما أتذكر يا أخي، ما أتذكر المكان. يمكن من هنا. أي من هنا من هنا من هنا من هنا. هذاك موجود فوق يا حمار. شرخني بشوت الزبالة هذاك. والله العظيم شو كيف؟ أوه حصلناه يا أخوان، حصلنا القلعة، حصلنا القلعة. هنا كنت باغي أجي. أيوة thank you. أخيرا المكان صار ماشي. والله ماشي ورم المكان، يورم. قتلنا شيء ما عنا مثل ما ذاك، ما عنا تار، ما عنا تار صح. خلينا نشوف إذا كان قدر. عندي جلمس ولكن ما عندي تار صح. هذا ويش؟ أعطونا شيء غريب يا أخي. لحظات أشوف، أعطونا شيء غريب. هذا ويش؟ سالري أوف تار. هو تار، حصلنا تار. لحظة سو مثلث كم يعط؟ بس 500. توقعت 1000 ولا شيء، 2000 كمان ما واجد ياخذ. اتوقع ما نقدر نطور شيء صح. خلونا نقرب. Can you talk to me please? I want to upgrading. نقدر نطور شيء واحد بس يا اخوان. كيف نطور؟ بنطور هذا. هذا ايش فائدته اصلا؟ Salmon gain a segment of. اوكي not bad يعني. يقل لك لما تكلم شيء من الام بي سيز يرجع طاقتك، يعني ترجع من اول وجديد. ف this very very nice. اوكي ايوه لحظه يا شباب، باغي اراويكم هذا الشيء. شوف هذيل، هذيل هم الدروع، الدروع المحاربين. تتذكر في ذاك الفيديو لما قلت لكم اني كنت رحت عدت اللعبه من اول بسبب الدروع؟ شوف جمعت هذا الدروع، عندي هذا الدرع،
وعندي هذا الدرع وعندي هذا الدرع. فذيلا كل درع وميزته يا اخوان. اللي وين ذاك الملك؟ هذا الملك يا اخو يا اخوان، هذا الملك مره تانك يعني، هلذ ماله ضارب السقف. لكن مشكلته ايش اسمه ذاك؟ ما عنده لياقه البر. فهذا ما هذا الشخصيه عن هذا الدرع ما يناسبني. من انت يا انت؟ هذا جديد، هذا ما كان موجود هنا. ما لها صوت يحكي. ايش في له؟ لا انا ما قد فوق، انا ما قد ضباب. اسمعني هيوا، اقول لك تكلم سيده وابش وامك. هذا ما لها كي يتكلم. ايش فيك؟ كلمني سيده. اقول لك انا وحدي تعبان، طالع من مسافه بعيده. شيء عيش شيء ماشي عيش شيء كذا كذا. روح لحم دقيقة زين على الأقل. ماشي. May they all rot along with the sickness they spread. هذا مالك كذا؟ وإيش فيك أنت؟ ليش متضايق؟ أنا ما جبت ضباب يا أخوي، ما جبت لا ضباب ولا جبت أعداء هنا. أنا جبت نفسي، جبت القلب الزريبة هذا، قلب حل البومة اللي فوق هناك. وين البومة؟ البومة الغراب ذاك، ما عرفت إيش ذاك. Savoring the raw emotion. انزين وش فيك اخوي؟ عطني الزبدة. وش باغي؟ عطني الزبدة. خبرني وش تريد على اساس انا افهم. ناقص تكلمني بالالغاز يا اخي. ما يفهم صوت، ما يفهم والله. اوكي اوكي انا بقيك. انزين دقيق بعد شوية. انا الحين بروح اكلم البومة. البومة غراب. انت ايش غراب؟ ايش نصر؟ ما عرفت ايش انت حبيب. جبت لك شيء. لا حبيبي انا ما اموت، انا ما اموت، انا السلمون حبيبي، انا سلوم. انت مالك انك تديني اموت يعني؟ قابل لك شيء انا بعد، المفروض تفرح. أنا بعض الأحيان ما أتكلم، بعض الأحيان بس أتكلم. يا الغراب يا مسمى النصر، وإيش أنت؟ هذا أصلا وش فيه؟ ليش مسمى ذاك محبوس هنا؟ وإيش مسوي؟ خبرني وإيش مسوي على أساس أنا أساعدك. My dear brother spent too much time in this infinite clown. عند أخ طلع، عند أخ هذا الغراب، عند أخ هذا شكله مسمى، شكله كاره أخوه ذا، ما عارف وش مسله. والله مسكين، حاس فيك. خلاص يعني كذا؟ ايوه حبيبي قابل لك انا. انا قابل لك حبيبي. قابل لك الجلاند حبيبي، قابل لك الجلاند. قابل لك الجلاند ولا اسمه ذاك. ترى ذا القلب قشعته من ذيك الزعيمة. المفروض تعطيني شيء، المفروض تعطيني شيء زين كذا مفيد يعني. إيه؟ تعطيني سيف، تعطيني قر نعفتك الطويلة ذا. أوكي. الأخ يقول لازم نقبل لك جلان ثاني، نقبل له. أوكي. عندنا ميزة جديدة يا إخوان. Switch Seal Infusion. اوكي الوان بيري نعرف. Empowered Repost R1. اوكي يعني عندنا ميزة جديدة اخوان، عندنا ميزة جديدة. لحظة تبغى تغير الحين؟ تبغى تغير؟ اوكي تبغى تغير. Very nice. عندنا ميزة جديدة، فهذا شيء مفيد لل يا اخوان. هنا
شوف هذا، شوف هذا الأماكن هنا مفروض أن تكون يعني سيوفك هنا يعني. هذا المكان تغير إذا بدك تغير السيف يعني. ولكن عندي سيف واحد فقط. شوف لما تضغط هنا. إنزين لما تضغط هنا. أوكي. يراويك وين السلاح، وين تحصل هذا السلاح. مثلا هنا يراويك يعني يعطيك، يعطيك المكان وين 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 لازم تروح. شوف يراويك مثلا هنا لازم تروح هذا المكان، بعدين تدخل هنا وتحصل السلاح هنا موجود. فما ما يقولوا لك وين بالضبط وين السلاح، فانت لازم تصابي امورك وحدك راح تدوره. اوكي، فانا لازم راح، انا لازم اغير السلاح لانه ما واقد عقب من هذا السلاح، حس السلاح شويه تعبان. وهنا نفس الحاله، هنا اذا كالعاده ضبط السلاح وتضبط اسم هذاك الهيلينج وتقوي من السلاح يا اخوان. فيس، فانت يا حبيبي لا تزعل، لا تزعل، اوكي لا تزعل. لحظه، لا لحظه، لحظات يا حبيبي، انا بعطيك شيء زين، بعطيك جلمس. Do we have an accord؟ تعرف ليش بنعطيك جلمس؟ اذا اعطيناك جلمس يا اخوان اسمه ذاك يعني المسمال الضباب يختفي. شوف الحين بيطلع الضباب، مفروض الضباب يروح يعني ما يبقى شيء من الضباب، لكن احس ان الضباب بعده موجود. هذا قص علي، الضباب بعده موجود يا زباله، كيف ما راح؟ قصيت علي والله، ما مشكله ما مشكله والله ما مشكله، رجع لي رجع لي، ما عليك. خلونا يا اخوان اسمه ذاك نسيف. لما تسوي كذا يعني كنا تسيف يا اخوان. وراح انهي الفيديو يا اخوان في هذا المكان، وان شاء الله في الفيديو القادم راح نكمل طريقنا الى الهلاك. فادعمونا باللايك والشير، واكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذه اللعبه، هل تريدون اكمل هذه اللعبه او لا. كان معكم عادل من قناه تنفين جيمنج، متقانا في الفيديو القادم. سلام.